اليوم إن شاء الله راح نستمر في شرح أول objective اللي هو understand and use essential tools. شفنا حصة الأمس كيفية استعمال SSH بالـ SSHK وتسهيل الاتصال على أي سيرفر بدون استعمال الباسورد. اليوم إن شاء الله نشوفه ثاني objective اللي هو use input، لكن قبل لازم نشوفه الكوماند لاين، كيف واحد يتعامل مع الكوماند لاين، ونشوفه ما يسمى بالريديركشن input output redirection. أول شيء إن شاء الله راح نتكلم على الكومود. الكومود ولا الأمر بصفة عامة يكون يكتب على الشكل التالي: اسم الكومود ولا اسم الأمر. أمر. عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. اسم الأمر بعدين البارامترز. بعدين أرجيم. هذا الصفة العامة لكتابة أي أمر. يمكن يكون عندك أوامر ما عندهم ولا أرجمنت ولا بارامتر. أوكي، يمكن ناخده مثال تعمل ألاس، هو أمر يعمل لك ليستنج على الفولدر اللي أنت فيه، اللي حاليا أنت موجود فيه، الملف اللي موجود فيه. ثاني يمكن نضيف مثلا شيء ثاني اللي هو بارامتر ماينس ال اللي يعطيك اكثر معلومات على كل فولدر وفايل في هذا الميلان. اوكي، يمكن ان نقول لازم تعطيني نتائج نتاع الاس نفس الشيء بس على ملف ولا ديركتوري معين. هذا في هذه الحاله راح يكون الديركتوري هو الارجمنت، مثلا ديسكتوب. اوكي، اذا اضفنا بارامتر ثاني راح نغيره من شكل الديسبلاي اللي عندنا. شفنا اكثر اشياء، مثلا ماينس اي هو الكاشد فولدر اند فايل. هذه بصفة عامة كيفية كتابة أمر في لينكس. أوكي، وأفضل شيء أن الواحد يتعامل مع المان، هو يكون أول شيء تطرح عليه سؤالك هو المان مش جوجل. أوكي، مثلا أعمل مان على الأس هي ليست دايركتوري، وإذا شفت هنا عندكم الأوبشن وهنا الارجيومنت. اوكي، الفايل معناتها الفايل قادر يكون فايل ولا قادر يكون ديركتوري. اوكي، لانه مفهوم الفايل في لينكس هو كل شيء في السيرفر، مش شرط فايل ولا فولدر، بس بنعطوها على كل المحتويات. إذا تشوفوا هذا الرموز معناتها أنه الأوبشنز والفايل هنا فاكولتاتيف، معناها يمكن أنك تبعت الأمر بدون أي شيء آخر. إذا أخذنا أمر آخر مثلا، هنا الأشياء تغيرت. شفنا أنه عندنا السورس والديستنيشن هما شيئين لازم يكونوا في الكوماند. أوكي، هذا أشياء لازم واحد يأخذ باله منها لما بيطرح أي كوموند وتخرج معاه ايرور مثلا في الكوموند اللي ولا الأمر اللي حاب ينفذ. شيء ثاني من الأشياء الأكثر استعمالا في لينكس هو استعمال الريدريكشن اللي معروفة بالعلامة أكبر ولا أصغر ولا اثنين أكبر، مثلا ولا أكبر واحد. فيه كذلك أكبر مع
رمز الاند كوميرشال، هذا كلها أشياء لازم واحد ياخذ باله منها. وقبل ما نتكلم عليها لازم واحد يعرف شو معنات الاوتبوت في الاوتبوت في لينكس. إذا أخذنا أي كوموند حطيتها على الشال، فيه شيء يسموه الانبوت، وفيه شيء يسموه الاوتبوت مخارج، وفيه شيء يسميه اورور. اوكي، من المفروض ان الديفولت اوتبوت هو الكايبورد، هو لوحه مفاتيح، لكن قادر يكون مثلا فايل. علشان واحد يروح من الانبوت اللي هو الديفولت كايبورد يعطي مباشره الاشياء اللي حاب يستعملها من الفايل، في هذه الحاله راح يستعمل الاصغر. اوكي، رمز اصغر. الشيء الثاني، الاوتبوت الديفولت اوتبوت هو سكرين ولا الشاشة. اوكي، السكرين اذا تكلمنا على سكرين، هنا عندك سكرين قادر الاوتبوت يكون سكرين وقادر يكون كذلك فايل. اوكي، وهنا في نفس الشيء سكرين هو الديفولت اوتبوت، ديفولت اوتبوت. اذا رجعنا معنى هذا في الاستعمالات في لينكس نسميه ستاندر اس تي دي ان، ستاندر انبوت، وهذا ستاندر اوتبوت اس تي دي اوت. اوكي، وهذا ستاندر ايرور، وكل واحد فيهم عنده رمز. هذا الرمز نتاعو اثنان، وهذا الرمز نتاعو واحد، وهذا الرمز نتاعو صفر. معناتها اذا انا حولت شيء للواحد اللي هو الديفولت، معناتها انا ابعت على الاوتبوت. خلينا نشوفه. اذا عملت انا مثلا سي ام دي مثلا هيك على فايل 1، شو معناتها؟ معناتها انا عملت الريديركشن للكونتين اللي من المفروض يكون على سكرين، حولته على فايل. بس شو اللي راح يكون في سكرين؟ راح يكون الاثنين، الاوتبوت والايرور، الاوتبوت والايرور. هذه هذه معناتها اني عملت اثنين والواحد، مخارج في اثنين والواحد لازم تروح على فايل 1. اذا عملت اثنين فايل اثنين، معناتها بس الايرور راح اعملها على اذا عملت مثلا راح ناخذ شيء ثاني. اذا عملت مثلا اثنين، شو معناتها هذه؟ هذه معناتها خلينا نديروها بطريقة أحسن. هذه من المفروض أنك تستعملها مع الشيء ثاني. أوكي، هذه إذا شفنا الكوموند بطريقة أحسن، راح نكتب الكوموند كلها. كوموند cmd. أوكي، الأوتبوت الديفولت أوتبوت راح أبعته على فايل 1، والإيرور راح أبعتها على الفايل 2. في هذه الحالة إذا استعملتوا هذه الاثنين هيك، معناتها أنه
هذا الاخير تولي فاكولتاتيف مانع منها. وش معناتها؟ معناتها حتى الايرور لازم تبعتها على الفايل A. حتى الايرور لازم تبعتها على الفايل A. يمكن انك تحطها بشكل ثاني، هنا تحط فايل مين تبعتها على فايل دو، معناتها الايرور راح تكون في فايل والريزولت راح تكون فايل الاول. خلينا نشوفوها. مايكروفون الله يخليكم. الآن راح نشوف أمثلة نأخذ بها. أوكي راح نشوف ونخلي أوكي مثلا نأخذ ألاس، هذه من المفروض أنها أعطتني المخرج على الـ default output. إذا عملت ls file 1 الآن عوض ما يخرجها على الشاشة خرجها على الفايل. إذا شفت محتوى الفايل راح نشوف اللي فيه نفس الشيء اللي شفناه على الشاشة في الأول. يمكن واحد يضيف مثلا اوبشن، وهنا خذوا حذركم لانه اذا ما عملتش اثنين من علامه اكبر معناتها الكونتين الاول راح كله يتعوض بالكونتين الجديد. اذا شفنا من جديد فايل A معناتها انه اخذنا الفايل. إذا حبيت أضيف ذا معناتها أعمل، وهنا راح تشوفوا باللي جات الإضافة في الأخير. أوكي راح نشوفوا ثاني. أعمل آرام على الفايل هذه عشان تعمل ديليت على أي فايل. إذا عملت ديليت ماينس آر معناتها موجهة لحذف ديركتوري ولا ملف. الآن نشوف شيء ثاني، مثلا راح نشوف find في approc مثلا name rcs مثلا، راح تشوفوا انه فيها كثير من الايرور. شو راح اعمل انا؟ انا راح اعمل الايرور راح احولها على فايل سميه فايل ايرور، معناتها الستاندر اوتبوت ولا النتائج اللي ما فيها ايرور راح تخرج على الشاشه. وهنا ما في في حالتنا هنا ما في نتائج، لكن اذا شفت الفايل راح يكون عندك كل الايرورز اللي خرجت لك مع تنفيذ الامر. وهذه من المفروض ان واحد يستعملها بعض الاحيان اذا حاب يبعث مثلا تبعث كل الايرور اللي خرجت معك على السيبورت ولا على انسان طلبت منه المساعده. هذه افضل طريقه انه واحد يبعث بها الايرورز. وفي طريقه ثانيه انه واحد يعمل مباشره نفس الشيء file all ويعمل redirection كذلك لل معناتها هذه. وشو معناتها؟ معناتها أن حتى الايرور لازم أبعتها على standard output، لكن احنا اصلا عملنا ستاندر اوتبوت في الفايل اول اللي هو اصلا فايل، معناتها تحولت من الشاشه
للفايل، وهنا نفس الشيء راح يكون عندك النتائج مع الايرورز في نفس الفايل. اوكي، في نفس الفايل. خذوا بالكم من حكايه انك تستعمل اكبر واحد ولا اثنين، هذا شيء مهم. اوكي، اذا في اسئله بالنسبه لهذا الشيء الان قبل ما نفوت لشيء ثاني. اوكي، من فضلك استاذ. تفضل. ابراهيم خالدي معك. تفضل ابراهيم. بالنسبه للكوموند هذه الاولى والثانيه عطوني لو ميم كونتوني تاع فايل اول. اها، يعني كي درت فايند بروك موان نيم ار سي تو سوبيريور فايل ايرور، وهذا الكوموند الاخيره اللي درتها عطوني لو ميم كونتوني تاع فايل ايرور. لانه اصلا ما فيش ما كانش ريزولت. اذا شفت هكذا هذه وش معناتها؟ معناتها غادي تعطيك النتائج، والايرور بعض الاحيان نديروا لها هاك. معناتها انا اللي يهمني الان هو النتائج فقط، بالايرور ابعثهم على سله المهملات في السيستم. اوكي، اذا شفت الان انا راح شفت باللي ما في نتائج اصلا، معناتها راح يكون عندك اذا عملت هذه للفايل اول ولا عملت هذه راح يعطيوك نفس النتيجه، لانه اصلا ما في نتائج. اوكي ابراهيم، خلاص. اوكي اوكي، شكرا. راح نشوفوا شيء ثاني، الشيء اللي تعاملوا به كثير كذلك هو تغيير اليوزر، ولا المعروف انك تروح اليوزر ثاني. هنا من المفروض انك تستعمل سويتش يوزر، مش هذه معناتها سويتش يوزر راني نغير اللوجين ونعمله الماينس. والغرض من استعمال الماينس هو انك راح تدخل للمستعمل الثاني بكل الانفيرمنت نتاعو، معناته بالفايل كونفيجريشن فايل نتاعو، كل شيء عنده علاقه به، معناته راح يجيب كل الاشياء نتاعو. مثلا اذا رحنا ارش السياسه راح يكون كل الكونفيجريشن فايل في هذا الريبر في هذا الفولدر. معناتها اذا عملت انا مثلا على روت، مثلا خلينا ناخذ مثال احسن، راح يوزر ديمو ونخرج ونجرى. اذا عملت الاس على الهوم راح تشوف اللي عندك اثنين يوزر. اوكي، حابب اغير على اليوزر اليوزر الثاني اللي هو ديم، راح يطلب مني الباسورد. راح تتاكد ان اليوزر انت داخل في اليوزر الخاص بك، هذا اكبر شيء لازم تتاكد منه. بالاي دي تتاكد انك داخل باليوزر ديمو، وهذا هو الاي دي السيستم اي دي. الجي دي هو الجروب، راح نرجع لهذه المفاهيم في اليوزرز. والان واحد راح نشوفه تغيير بدون استعمال الماينس، وفي هذه الحالة حتشوفوا باللي المشكل انه غيرنا اليوزر بس مكان العمل باقي نفسه مكان عمل اليوزر الاول. لازم واحد ياخذ حذره لما بيستعمل سويتش يوزر.
سويتش يوزر من الأفضل أنك كل مرة تستعملها تستعملها بالماينس، تستعملها بالماينس. إذا استعملت السويتش يوزر بدون إعطاء اليوزر اللي أنت حابب تروح عليه، في هذه الحالة راح يكون اليوزر الديفولت يوزر هو روت، وراح تتحول السوبر يوزر، وراح تتحول سوبر يوزر. اوكي، هذه فيما يخص تغيير الـ اليوزر. في سؤال، what about عزيز، ما فهمتش السؤال نتاعك، الفرق بيناتهم ولا شو المقصد من هذا؟ انت مثلا راح تحمل الكوموند، اذا فهمتك مش عارف اذا وتعمل اثنين مثلا، على الواحد. اوكي، لا مش هذا علشان تعمل اجنور على اي شيء تبعته على سلاش ديف سلاش نيل، لا اكثر ولا اقل. اوكي، انا مثلا اهتم بس بالايرورز. واحد ممكن يعمل الواحد، روح على اذا عملت ls مثلا واحد نيل، شو معناتها هذه؟ معناتها ان الريزلت بعثته عملت له ignore هذا الـ الهدف من هذه الكوموند. اذا استعملت هيك مثلا عملت اثنين مثلا، هذه نفسها انك تعمل ls نفس الشيء، لانك شو بتقول له؟ تقول له انك اعمل اجنر على الاوتبوت ستاندر اوتبوت، لان راح توجهها للديفنل، ونفس الشيء الايرور راح تبعثها المكان اللي بعثت عليه الاوتبوت سيرفر اللي هو ديفنل. اوكي اوكي عزيز، مراد الله يخليكم، احنا داخلين على كورس لتحضير الار سي اس، مش كورس عام لينكس، لتحضير ار سي اس. في الار سي اس المهم عندك انك تعرف شو بتعمل بالاس، شو بتعمل بالسيدو، شو بتعمل بالسيدو، الفرق بيناتهم شيء اخر ما بيهمك حاليا، ما بيهم حاليا مراد. الله يخليكم، خلينا في اسئله اللي داخله في الاوبجكتيف. اوكي، لانه الاكزام والامتحان راح يكون عملي، وما راح يطلبوا منك اسئله انه فرق بين هذا وفرق بين هذا، وهذه اشياء واحد يشوفها كما يقول المصري على رواقه. خلينا في الاوبجكتيفز. اوكي مراد، الشيء الثاني اللي لازم واحد يتعامل فيه مع في لينكس هو استعمال الاوامر المتعلقه بالفايلز، اللي هو مثلا cp mv rm ارمدير، كلها
أوامر نستعملوها. الكوبي بتعمل لك كوبي من الفايل للفايل، ولا من الفايل تاخذه على فولدر ثاني. الموف عندها دورين، الدور الأول هو أنها تغير الاسم إذا كان الفايل اللي أعطيته في نفس الفولدر، إذا كان الفولدر موقع ثاني في هذه الحالة راح يعمل له موف. أوكي، عندها وظيفتين. الوظيفة الأولى أنها تعمل تغيير الاسم للملف ولا للفولدر، وشيء ثاني أنها تعمل موف ولا تخليك تعمل موف للفايل المكان ثاني. الآرام نستعملوها عشان ديليت. أوكي، ديليت هذه أغلب الناس يعرفوها. أنا أعطيكم بس الفرق بين الآرام والآرام دير، بتربحك وقت. آرام والآرام دير عندهم نفس الشيء بالنسبة للفولدر. آرام تمحي فولدر فارغ، آرام يمكن أنها تعمل ديليت ولا تعمل ديليت لأي فولدر حتى لو كان فيه محتوى. هذه أغلب الكوماند اللي نستعملوهم. مثلا إذا عملت سيبي فايل أول بابليك وعملت ألاس على شيء ثاني، الآن علشان أستعمل بابليك عوض ما نكتب بابليك نعمل إسكيب فول بوينت، يجيب لك آخر argument استعملته. هنا هذه بس براكتيس تربح بها الوقت. أعيدها escape والpoint، وهنا راح يكون عندك ربح شوية وقت في هذه الحالة. هنا راح نشوفه شيء ثاني. مثلا إذا عملت mv للفايل all فايل all وعملنا ألاس، راح تشوفوا اللي كان أصلا اسمه فايل أول تغير اسمه الفايل. بس إذا عملت موف فايل أول البيبليك مثلا وعملت ألاس على البيبليك، راح نشوف أنه أعمل له موف فقط. أوكي، يمكن أنك تعمل موف مع تغيير الاسم مباشرة. هذه حالة حبيت تربح شوية وقت وطلب منك أنك تغير اسم ولا شيء من هالقبيل. كوموند أخرى وهي المتعلقة بالفايلز، شيء كتير عمل باث دبليو. هذه وشو معناتها؟ معناتها أن عملت كوبي للفي فايل باث دبليو دي للفولدر الحالي. إذا عملت ألاس راح تشوفوا اللي جبته على الفولدر اللي أنا فيه حاليا. فيم هو أكبر تكس إديتور مستعمل ولا أداة معالجة تكس على لينكس، هو أفضل شيء ممكن واحد يستعمله. الفيم فيه ثلاثة تاع المود، المود كوماند والمود اكزيكيوشن والمود انسرشن. مود انسرشن معناها انسر، معناتها انك تستعمل في معالج بيانات عادي ويمكن تقومها بالاي، وتشوفوا انه تغيرت هنا اصبحت اي انسر. معناتها هنا يمكن انك تكتب عادي، تتحول تعمل سبريت تمشي وين ما حبيت عادي نفس الشيء. الان اذا عملت اسكيب راح نخرج من المود انسر وندخل على المود كوموند. المود كوموند هو معناته اني راح ابعث لوحه المفاتيح الان
أي زر راح تضغط عليه راح يكون عنده معنى ثاني. مثلا إذا عملت الآن U هي معنتها كنترول Z. أوكي، هذا مثال فقط. إذا عملت مثلا R مباشرة هي replace، معناتها يمكن أغير الدي. إذا شفته هنا مثلا أنا عند الاثنين راح أغيرها بدون ما أروح على المود أنسر، راح ندير R وهنا معناتها replace. إذا شايفين هنا رجعت replace وحط Y مثلا غيرتها اثنين، غيرتها ب الشيء الثاني اللي واحد يمكن يستعمله شيفت ار. اوكي، الشيفت ار هي نفس الشيء مثل الار، بس تعطيك البوسيبيليتي انك تغير في اي مكان تحبه بدون ما تغلط على الاشياء اللي كانت قبل، معناتها بدون ما تضيف كاركتر آخر. أنت بتعمل حاليا تغيير عشوائي حرف بحرف. أوكي، وهنا أنت متأكد أنك راح تبدل بس المطلوب منك. أوكي، يو ترجعك هي الكنترول زي، شايفين هذه نفسها كنترول. الدي دي هي ديليت، يمكن أني أعمل مثلا بس مش delete وتعمل أصلا copy. إذا شايفين الآن عندي اللاين اللي فيه root واللاين اللي فيه bin راح أحذفهم باثنين اثنين dd. أوكي، هي control x، هي control x يعني. وروح اي مكان واعملهم باست بي، وشايفين اجوا معي. اوكي، هذا عملته باست، راح اعمل وارجع على اذا عملت دي فقط يمكن نشوفوها انها عملت بها ديليت وفقط، لكن المشكل انه دي مش تعمل بس ديليت، بس تعمل معها الكوبي. اذا عملت بي مثلا او رجعها لي من جديد. الكوبي نعملوها ب يو يو دكور، وهنا اعمل بي. هذا الشيء ثاني اللي ممكن نستعمله لما نستعمله. ركزوا على الفيم. الفيم مستحيل ما راح تستعمله في الامتحان. كل اغلب العمل راح يكون على الفايلات، والفايلات راح تتعامل معها على الفيم. اذا رحت تشوف انك يكون عندك جرافيك اديتور راح تكون صعبه شوي. من الاحسن واحد يتعامل مع الفيم. الفيم مش صعب، حكايه انك تكون معه، تتعامل معه يوميا ولا تستعمله يوميا. راح نشوف ثالث مود اللي هو المود اكزيكيشن. روحوا له اسكيب وتشوفوا هنا التو بوينت. المفروض ان هذا هذا المود يمكن انك تعمل عليه تسجيل اللي هو دبليو سيف. يمكن تعمل سيف وتعمل كيو، معناتها اعمل سيف واخرج من الفيم. بعض الاحيان اذا طلب منك ما حب يخرج مع التسجيل يمكن تستعمل علامة التعجب عشان تعمل فورسينج، هكذا راح يخرج. هذه نفسها يمكن واحد يستعملها بهالطريقة. اوكي، في ناس تستعمل هذه الطريقة، وفي ناس تستعمل مباشرة شيفت زي زي. شيفت زد زد هي نفسها
دبليو، هذا واحد إذا حاب يربح وقت في ال... راح نشوفه شيء ثاني. مثلا راح نغير كلمة الباتش كل الفايل بشيء ثاني بالاس هاش، يعني طلب مني أن أغير الباتش لكل يوزر. هذه الحالة أروح سبسكريبشن تغيير، شو عندي أنا الباتش راح أغيره بكلمة باتش بهذه الطريقة باش نشوفوا التغيير. يمكن أعمل جلوبال على كل، وراح تشوفوا باللي كل الباتش وين مكان كلمة باتش تحولت إلى هذه، تعطيك سرعة كثيرة إذا طلب منك مثلا تغير أشياء في فايل وهذه الأشياء صبت أنها تتكرر كثير في الفايل. عوض أنك تروح لاين باي لاين، تروح مباشرة تستعمل الاس في المود اكزيكيشن. هذه أغلب الأشياء اللي واحد ممكن يستعملها في الإكزام لما بيتحامل مع الفين، كيف تعمل كوبي، كيف تعمل باست، كيف تعمل سيف، كيف تعمل ريبليس، كيف تعمل سبستريشن، كل هذا هذا الشيء اللي مثلا راح نشوفه. مثال ثاني راح كل ما كلمة نو لوجين راح نغيره. اوكي سبستريشن الكلمة اللي راح حاب أغيرها no login، وهذه معناتها global. global راح يكون change all occurrences. اوكي change all occurrences، وانا تشوفوا كل يتغير. اوكي هذا الشيء ثاني على تعمل فيه شيء ثاني نستعمله اللي هو سلاش. سلاش علشان تعمل ريسيرش، مثلا انا اراش اروح مباشره لليوزر اللي انا ابحث عنه. مثلا طلبوا مني اني نشوف انه عندي يوزر ولا ما عنديش، يمكن واحد يروح مباشره بسلاش انتر ويدخل عنده بالان النكست اوكرنس شيفت ان الاوكيرنس اللي قبلها. هذا بطريقه في عجاله طريقه استعمال الفيم، لكن من الافضل واحد يروح على الانترنت يشوف اي توتوريال، ويمكن واحد يستعمل فيم تيتو لانه اصلا جايب في توتوريال يمكن تشوف هنا يطلبوا منك اشياء لازم تقوم بها. بس هذا التيتور اصلا جاي مع اكزيتين، هاي واحد قادر يتعلم فيم بلا ما يروح على انترنت، عنده اصلا تيتوريال في السيستم باي ديفولت. هذا الشيء الثاني اللي لازم واحد يكون ملم به قبل ما يروح الامتحان. فيم لازم يكون واحد متمكن فيه عشان تكون الأشياء سهلة معه وتكون تموت تروح له. الشيء الثاني اللي لازم تكون متمكن فيه كذلك هو استعمال الألن. الألن شو معناتها؟ هي أنك تعمل هارد لينك ولا سوفت لينك. هذا الشيء راح افهم لكم اذا عملت انت مثلا الان فايل ا فايل، وكاين الشكل الثاني اللي هو ماينس اس فايل فايل 1 فايل 2. الفرق بينهم
أنه هذا hard link وهذا soft link. شو معناتها؟ معناتها ناخذ فايل 1 هذا في الديسك، اوكي، عنده مكان في الديسك، اوكي. لما بتعمل الان فايل 1 فايل 2 معناتها راح يكون عندك نفس الفايل باسم ثاني اللي يروح على نفس المكان في الهارد ديسك، اوكي. معناتها اذا هذا فيه 3 جيجا سايز، اوكي، ورحت عملت له هارد لينك، معناتها انك عملت كوبي بدون ما تخسر مكان ولا تخسر سبيس في الديسك. معناتها نفسهم يروحوا لنفس الداتا في الديسك. اذا عملت ديليت لهذا يمكن انك تروح للفايل 2 وتوجد فيه نفس الاشياء اللي كانت في الفايل 1. اذا عملت مثلا ديليت للفايل الثاني في هذه الحاله راح يكون ديليت بصفه نهائيه، ديليت بصفه نهائيه. راح نشوفوا شيء ثاني اللي هو السيمبوليك لينك. السيمبوليك لينك راح نشوفوه من جهه اخرى. هذا هو الديسك. لما اعمل فايل شو راح اعمل؟ راح اعمل فايل جديد هون يكون فيه ريفرنس للفايل، معناتها فيه الباث نتاع الفايل ان. اذا عملت ديليت للفايل ان معناتها هذا الفايل راح يصبح غير مستعمل، راح يصبح غير مستعمل. راح نشوفه امثله على هذا الفرق بين الهارد لينك وال لايك شورت كات. اسمعتك لايك شورت كات راكورسي جون دو راكورسي لا دوزيام ميثود صافي. خلينا نشوف هذا بالأمثلة يكون أحسن. نبدأ الشيء إذا عملت ألاس مثلا، راح أعمل ألان الباسورد وان، أوكي. قبل راح أشوف شيء آخر، أقوم شيء ثاني قبل أن نديره. راح نديره ls.l password. شو راح نشوفه فيه؟ راح نشوفه فيه تاريخ الـ access modification، هذه الـ size الجروب فايل، وهذا number of link. إذا عملنا شيء ثاني استعمال هذه شو معناتها؟ معناتها أنك راح تعيد الأمر، آخر أمر كتبته يبدأ بالآلان، آخر أمر كتبته يبدأ بالآلان، وهكذا تربح فيه وقت، أوكي؟ راح أعمل الآن، راح تشوفوا باللي باسورد تحولت الحكاية هنا من 1 لـ 2. لكن كيف نعرف باللي باسورد and باسورد 1 فيهم نفس الكونتين؟ مشكلة بهالطريقة ما مستحيل تعرف. عشان تعرف لازم تزيد الانود الموقع نتاعو في الديسك، تزيد الموقع نتاعو في الديسك. في هذه الحالة راح تشوفوا باللي هذا الفايل وهذا الفايل هما اسمين لنفس الداتا، هما اسمين لنفس الداتا في الديسك. معناتها اذا عملت اي
إضافة مثلا هذه تيست، راح أضيفها الباسورد أوكي، وأعمل كات على باسورد وعلى باسورد 1، راح تشوفوا باللي نفسها. راح نشوف نعمل ديفيرنس فرق بين باسورد باسورد ثاني، راح تشوفوا باللي ما فيهم فرق، هو نفس الفايل مع اني انا الاضافه اللي راني نزيدها، راني نزيدها مثلا في الباسورد. اذا شفت الديفرنس ما في فرق بينهم. اذا عملت ارام للباسورد ونعمل ls راح تشوفوا باللي تغيرت النمبر، لكن الداتا عندي دائما، الداتا اللي كانت عندي دائما فيها اخر لاين اضفته اللي هو التست. راح نشوفوا شيء ثاني الان باستعمال الباسورد اللي عندنا هنا حاليا. راح نعمله ls symbolic line link password اوكي، ونعمل ls وال نفسها في لينكس ريد هات، ls minus l هي نفسها ll اوكي على الباسورد، ونشوفوا الفرق بينهم. راح تشوفوا انه اصلا يقول لك انه باسورد هو مجرد لينك ولا شورت كات اللي معروف في الويندوز. اذا ضفت الماينس اي راح نشوف باللي هما فايلين مختلفين اصلا، مش نفس الفايل، مش نفس الفايل. وفي هذه الحاله شو راح اعمل؟ اذا راح السورس النمبر اوف لينك ما تغير، اذا راح السورس باي باي. راح اعمل ارام على الباسورد 1، انا تشوفوا بانه اصلا يقول لك المشكل الكبير اللي عندي انه هذا يصبح خطر كبير اذا عملت ايكو مثلا تيست. راح اعمل كرييشن الباسورد جديد سميته 1. اذا عملت هيك راح يدخل، اذا درت كات على باسورد كأنك ما عملت له ديليت، بس الآن بيدخل على فايل تاني. هذه خطيرة جدا، هذه فيها خطر. السيمبوليك لينك إذا ما استعملته بعقلانية راح يحطك في مشاكل. أوكي، بالنسبة لل سؤال بيس مثلا قال لك بيسي هل ممكن انه نعمل هارد لينك على فولدر؟ راح نجربوها. عندنا فولدر احنا اللي هو اصلا مثلا بيبل داونلود الان داونلود داونلود 1 hard link not allowed for directory. Why؟ لماذا؟ لازم تعرفوا شيء انه الهارد لينك فور directory هذه خاصية بس للسيستم، يستعملها من اجل تنظيم السيستم. اذا عملتوا انتم مثلا دخلنا على داونلود مثلا وعملنا ls ما في شيء. اذا شفنا الكاشد فايل راح نشوفه باللي فيه بوينت وفيه تو بوينت اوكي. خلينا نشوفهم بالانود، راح تشوفوا راح نشوف الانود اوكي. نخرج من هون بس تعالى
اي دي على الديركتوري داونلود وشوفوا. لما كنت فيه قال لي باللي البوينت هو نفسه داونلود، لكن التو بوينت هو I think the actual directory. مش actual directory RCS. لأنه أصلا داونلود فين جاي؟ داونلود جاي في سلاش هوم سلاش RCS. تو بوينت معناتها البارنت، تو بوينت معناتها البارنت، وتو بوينت هنا اللي هو الأي نود، هذا الرقم الأي نود. إذا عملت سيرش على الاي نود راح يصيب نصيبه باللي الاي نود هذا عنده علاقه بسلاش هوم ار اس اس. اوكي هذا كل ما يتعلق باللينك واللينك سوفت ولا هارد، لينك سوفت ولا هارد. اذا رجعنا على راح نرجع على إذا رجعنا نشوف من جديد الفرق بيناتهم. إذا شفنا مثلا هذا نفس الفايل أوكي بالأي نود أوكي، هذا هو number of أي نود. إذا استعملت الان فايل 1 فايل 2 معناتها راح أعمل فايل تاني بنفس الانود اوكي. وفي هذه الحاله معناتها انه اسمين بياخذون على نفس الداتا. نروح نشوف الشكل الثاني. اذا عملت الان ماينس ال فايل 1 فايل 2 معناتها هنا راح نروح على فايل ثاني اللي عنده اينود ثاني، وهذا الفايل اثنين اصلا هو عباره عن ماذا؟ هو عباره بس على الباث تو فايل فايل 1 معناتها اذا هذا راح هذا الباث يصبح غير مستعمل. وفي هذه الحاله الفايل اصلا بحد ذاته يصبح غير مستعمل. الأيمن الفايل الموديفيكيشن في اللينك كان في الهارد لينك ولا في السوفت لينك تكون في وقت واحد، معناتها إذا عملت تغيير هنا راح يكون هنا وهنا مباشرة. إذا عملت تغيير هنا يا في هذه الحالة راح يكون تغيير هنا والتغيير هنا نفس الشيء. اوكي ايمن هل في اسئله ثانيه فيما يخص محتوى اليوم كامل؟ فيما يخص محتوى اليوم تاني. عبد الرحمن ما فهمت السؤال. Why we need this link؟ هذا الاستعمالات نتاع الهارد لينك من أجل خلينا نقولوا سيف سبيس. إذا كان عندك هدف 3 جيجا وتعمل له كوبي مثلا في مكان آخر أوكي. خلينا نشوف هذا السيناريو. عندي فايل
عندي فايل فيه 3 جيجا جاي في الداتا، اوكي. انا قلت جاتني في بالي اني احفظه، عشان احفظه شو معناتها؟ معناتها راح اعمله على فايل سيستم ثاني ولا في ديس ثاني، وبعض الاحيان نحفظه في نفس الفايل سيستم. عندك طريقتين، الطريقه الاولى انك تعمل كوبي الفايل من الداتا، فايل one for example save فايل وهنا عندك كوبي نتاع الفايل في نفس الفايل سيستم، لكن المشكلة انك خسرت 3 جيجا مجدي، هذا هو مشكل كبير، اوكي. واذا احدثت تغيير على الاول الثاني ما بيروح للتغيير، اوكي. بس اذا عملنا استعملنا الان داتا فايل 1 سيف فايل 1، الحاجه الاولى نربحو في السايزنج في السبيس، والحاجه الثانيه في الموديفيكيشن. اذا عملت موديفيكيشن هنا تروح لك مباشره لك، وعندك دائما نفس الشيء 3 دقيقة. اذا راح هذا عندك الثاني، اذا راح هذا والاول كان عاده عندك هذا نفسه يمكن تستعمله، اوكي. نرجعوا لسؤال ثاني اللي هو الانبوت ريدريكشن، اوكي. راح اعطيكم هذا باكزامبل، اوكي، عشان تفهموا شيء. خلينا نشوفوا اذا عملت الاس wc minus l pass wd وش تعطيك؟ تعطيك عدد السطور في هذا الفايل، وشفتوا انه اعطاني اصلا معاه اسم الفايل. راح نشوف، انا اللي يهمني مش اسم الفايل، راح نشوف بس number of file. وش راح ندير؟ ها عوض ما نستعملوا argument راح نستعملوا input، وهنا نعمل في pass w. هذه تعاوني كثير في سكريبتنج، اوكي، تعاوني كثير في سكريبتنج، لانه اذا استعملت هذه في سكريبت راح يكون ملزم عليا اعمل اضافات علشان نعمل اكستراكشن لها 48، لكن هنا لا، مباشره استعملتها. نعطيك شيء ثاني، مثلا حب نعمل بار اكزومبل يوزر الاد لعدد كبير من اليوزر، وش راح ندير؟ لازم نعمل كامل يوزر فايل واليوزر اد نتاعي نعمله مباشره على الفايل اللي هذا الشيء يمكن تستعمله كذلك في الانبوت. معناتها الاصغر علامه اصغر اذا شفناها انه عوض ما ندخل المعطيات باستعمال لوحه المفاتيح والكايبورد نوجدها اصلا في الفايل ونعطيها مباشره للامر. هذه الفرق بيناتهم، الفرق اني رايح اعوض استعمال الكايبورد باستعمال شيء ثاني هو اللي فايل متى، اوكي. هل في اسئله ثانيه؟ مش يمكن تشرح لنا الانود وش معناتها؟ ما فهمتش. اوكي، الانود شو معناته؟ الانود خلينا نشوفوه بال، انتم اي ديسك، اوكي، اي ديسك فيه المعلومات تكون محطوطه في الديسك، فيه مكان في اول الديسك اللي تعرفوه باسم بارتيشن، تابل بارتيشن ولا في الويندوز ولا في اشياء اخرى، هذا
يسموه انود تايبل، وهنا عندك ل انود. شو معناتها؟ معناتها هي الهوية نتاع اي مكان في الديسك حبيت توصل له. كي توصل له توصل له بال number of انود. اوكي، معناتها عندي 10,000 معناتها نروح لهذا الداتا، 13,000 نروح لهذا الداتا، 13,000 نروح كذلك لهذا الداتا. وش معناتها؟ انا بهذه الطريقه نعرف باللي هذا وهذا هو هارد لينك. مثلا هنا 2000 تروح لهذا الداتا، وعدد الانود اللي عندك في هذا التيبل هنايا ولا في هذا الاراي محدود. مثلا عندك 20 مليون. اوكي، معناتها لما تكتمل هذا 20 مليون، اوكي، في الريزرفيشن اللي هنا، حتى لو عندك مكان اضافي ما بتقدر تضيف فولدر مثلا جديد ولا فايل جديد، لانه اي فايل في السيستم لازم تكون لها عنده هويه، وهذه الهويه مقرونه بالاينود، مقرونه بالاينود. اذا بسطنا تعريف الاينود، هو هويه اي فايل ولا ديركتوري عندك في السيستم. وبالاينود مثلا راح يمكن انك تعرف شكون هما الفايل اللي يمثلوا نفس الداتا. هذا مثال لاستعمال الاينود. اوكي اوكي شكرا استاذ. استاذ من فضلك الان بتوين هوستس. اها، اسكو سي بوسيبل الان بتوين هوستس عندي دو سيرفر دو في ام، ولا حبيت ندير الهارد لينك بالفيشي هذا. هارد لينك فايل سيستم، هارد لينك فايل سيستم. الهارد لينك اصلا الهارد لينك عندك ديسك الاول والديسك الثاني اللي هما تو بارتيشن، وعندك فايل الاول لهنايا. هذا الفايل ما تقدرش تدير له هارد لينك هنايا، تقدر تدير له سيمبوليك لينك. اوكي، لكن الهارد لينك وش معناتها؟ الهارد لينك قلنا انه نفس الانود يكون عنده اسمين، لكن الانود في الديسك الاول وانود في الديسك الثاني مش نفسها. مستحيل ما كانش هارد لينك حتى بين ديسكين. وعندك ديسك الاول وديسك الثاني، مستحيل فايل يكون في الاول تعمل له هارد لينك في ديسك الثاني، لكن سيمبوليك لينك ممكن. لكن حكايه الالان على هوست ما عندها حتى معنى. الالان تكون على فايل ولا على ديركتوري، لا ما في شيء ثاني. اوكي شيخ تفضل. شيخ فلوكا تاع كلاستر، يكون عندك كلاستر ديبلي. الله يخليكم، خليونا في الاسئله نتاع الاراسياس. كلاستر خارج الاراسياس، لانه يعني الناس اللي راهي هنايا جايه راهي حاضره كيف تحضر للسيرتيفيكيشن. السيد اللي راهو رايح لكلاستر هذا نومه مو عنده الاراسيو، مامبا ما عندوش اراسياس، عنده الاراسيو هذا سي بون. لا ما عنديش شيخ، لا ما عندي. اهم مالي حط بالك في الاراسياس. اوكي، واذا كان ان شاء الله رحنا وبعدنا في الليفل راح نوصلوا لها ان شاء الله. يلا صحيح. السؤال نتاع كتابة اوامر ارى سياسه ما عندها حتى معنى هذا السؤال، لانه ارى سياسه امتحان، وكتاب يكون المفاهيم. تقول لي كتاب في كل اوامر لينكس قادر تصيب. اوكي، ومش كتاب، راح تشوف ملخصات للاوامر. لكن انت عندك المان، انت مو بحاجه انك تحوس على كتاب. اذا عندك المان ما عندك تحوس تبحث في مكان اخر.
نرجعوا للسؤال نتاع الاند. هذا الاند كوميرسيال شو معناته؟ معناته اذا خلونا نعملوا له، احنا عندنا هنايا الانبوت اللي هو الكيبورد، اوكي، راح يعملنا الاوتبوت على سكرين ولا على فايل، مع اخذ بعين الاعتبار انه الايرور، حتى الايرور راح يكون يخرجوا لهنا ولا يخرجوا لهنا. هذه السيناريوهات لازم نستعملها بطريقة التالية. انت مثلا اذا عملت cmd فايل راح تكون في هذا السيناريو الايرور والاوتبوت راح يكونوا في سكرين، الايرور والاوتبوت راح يكونوا، سامحوني، يكونوا في الفايل، اوكي. اذا ما استعملتش هذه معناتها راح تكون في السيناريو هذا، اوكي، في السيناريو هذا. معناتها اذا حبينا نشوفوها هنا راح نكتبوا مباشره هذه cmd فايل وهذه cmd عادي، اوكي. كاين سيناريو اخر انه الايرور، اوكي، عندنا مباشرة output دائما اللي هو مثلا keyboard، هنا عندنا screen وهنا عندنا file، اوكي. اذا عملت مثلا cmd file شو معناتها هذه؟ معناتها الايرور راح يمشي على الفايل والنتيجة تروح على سكرين، اوكي. نشوفوا سيناريو تاني. cmd file واحد، هذه شو معناتها؟ معناتها انه النتائج يروحوا على الفايل والايرورز يروحوا على سكرين، اوكي. اذا حبيت انه الاثنين يروحوا على الفايل، دكور، اذا حبيت الاثنين يروحوا على الفايل بس هذه نحيها، اذا حبيت الايرور يروح على الفايل وحده هذه تحط في مكانها اثنين. اذا حبيت دوك نشوفوا الاستعمال الثاني، احنا مثلا راح نحطه cmd الاول يروح على فايل 1 والثاني يروح على فايل 2. شو معناتها هذه؟ معناتها في هذه الحاله سكرين ما تستعملهاش، الايرور راح تروح على فايل والنتائج يروحوا على فايل بس مش نفس الفايل، اوكي. راح نشوفوا سيناريو ثاني. هنا عوض ما نعمل كل هذا راح نزيد اثنين اند كوميرسيال واحد. شو معناتها؟ لانه انا واش قلت له هنا؟ قلت له باللي الواحد النتائج ابعتهم لي على فايل 1
لكن الايرورز قلت له ابعثها لي على الستوندار اوتبوت. لكن الستوندار اوتبوت انا عندي حاليا شو هي؟ هي فايل ان، معناتها حتى الايرور راح تروح على فايل اوكي، حتى الايرور راح تروح على الفايل اوكي. مفهومة هذه؟ اوكي. بارك الله فيكم اليوم على المشاركة. ان شاء الله غدا في نفس التوقيت نزيد ونكملوا بإذن الله، وراح نحاول نبعث حصة اليوم على اليوتيوب. إذا عندكم أسئلة خلوها على اليوتيوب إن شاء الله، ونتواصلوا في اليوتيوب علشان تشوفوا فيها